السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. معكم مس هبة رجب. النهارده ان شاء الله سنة رابعة نكمل مع بعض يا اولاد شرح منهج الانجليش كونكت فور من كتاب بيت الترم الثاني 2024 طبقا لاحدث تعديلات الوزارة. النهارده يا اولاد احنا انتهينا بفضل الله مش حل جميع الدروس من 11 الوحدة ل 11. النهارده معانا حل اختبارات شاملة على الوحدة. اول اختبار معانا صفحة 192 الازهر اكسرسايزز، تدريبات خاصة واسئلة خاصة بالازهر الشريف. يا اولاد ادعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في القناة، متابعة لصفحة الفيسبوك مس هبة رجب عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. وانتظرونا بعد الفيديو ده يا ولاد، هنبدا ننزل الاختبارات اللي عندنا في نهايه الكتاب، اختبارات شامله على المنهج كله عشان نقفل الامتحان باذن الله. عندي اول سؤال لسه، عندي تشوز ذا كوركت انسر من اي بي سي اور دي، من بين الاقواس قصدي. يلا بقى نسمع النص بيقول لي ايه. ماي براذر اخي، ماي براذر عمرو، جيتس اب ايرلي تو جو تو هيز سكول، بيصحى مبكرا عشان يروح المدرسه. هي جوز تو سكول باي بايك، بروح بالدراجه. In the morning the roads are busy، في الصباح الطرق بتكون مزدحمة. عمرو goes to school by ايه يا ولاد؟ باي بايك. In the morning في الصباح the roads are busy بتكون ايه؟ مزدحمة. عمرو gets up early بيستيقظ مبكرا. He then can't believe the dialogue. It ده ضمير غير عاقل، near قريب، walk يمشي، school مدرسة. هلو أحمد، مرحبا أحمد. قال له هلو نادر. What do you do to سوري هاو دو يو جو تو سكول، بتروح مدرسة ازاي؟ قال له اي ووك تو سكول، بمشي للمدرسة. از يور سكول نير، المدرسة قريبة من نير هاوس، من بيتك؟ قال له يس ات از. ريدنج كومبريهنشن القطعة، ريد اند تشوز ذا كوركت انسر. ماي نيم از ياسر، انا اسمي ياسر. اي ام ان برايمري فور، انا في سنة رابعة. اي جو تو سكول اون فوت، اذهب المدرسة على الاقدام. بيكوز my school، لأن مدرستي is near the house جنب بيتي. I have two brothers، عندي أخين مجدي ومصطفى. They are in the أو in prep school، هم في المدرسة الإعدادية. They are clever students، إنهم طلاب شاطرين. On Friday يوم الجمعة I ride my bike، بركب الدراجة. I want to buy، I want to be a doctor، عاوز أطلع طبيب. When I am grow up، لما أكبر. What does ياسر want to be؟ ياسر عاوز يطلع إيه؟ هنقول he wants to be a doctor when he is grow up. هنقول he will want to be a wants when he grows up. دي one. How many brothers does Yasser have؟ عنده قد ايه ولاد؟ two brothers. هنختار ياسر is in primary، سنة كام؟ four، سنة رابعة. ياسر goes to school، بروح ازاي يا ولاد؟ on foot، على الأقدام. on foot. ياسر رايدز هيز بايك، بيركب الدراجة. on يوم الجمعة. choose the correct answer. yesterday بالأمس we went to the shops by bus بالأتوبيس. cars السيارات make air، تسبب ايه؟ air pollution. مازن نوت هيز ليج هيرت، أصيب في ساقه. هي ونت تو ذا هوسبيتال، راح المستشفى. اير بولوشن تلوث الهواء. از فيري ايه ولاد؟ جود ولا هابي ولا دينجرس؟ دينجرس خطير. كارز بوت نوت انتو ذا اير، السيارات تنشر ايه في الهواء؟ كيميكالز، المواد الكيميائية. ري ارينج ترتيب. هي ووز ان اهاري، كان مستعجل. وي ماست فولو رود ساينس، يجب أن نتبع إشارات الطريق. يو كانت بارك هير، لا يمكنك ركن السيارة هنا. نبيل وركس إن ساسيدي، يعمل في المدينة. كيميكالز آر دينجرس، المواد الكيميائية خطيرة. أربعة وتسعين اختبار على الوحدة الحداشر. listen and circle the correct answer from A, B, C, or D. نسمع النص. My favorite transportation is going by boat. أكتر وسيلة بفضلها إن أنا أسافر بالإيه؟ بالقارب. I like watching the Nile، بحب أشوف النيل. بلانتس النباتات. And tall buildings، مباني العالية اللي هي العمارات. When you travel on a boat، عندما تسافر بالقارب. You are on water، بتكون ماشي على وش المية أو على سطح الماء. There is no pollution on the water، لا يوجد تلوث في الماء. It is a clean transport، إنها وسيلة مواصلات إيه؟ نظيفة. My favorite transportation is the plane ولا boat ولا car ولا bike؟ طبعا البوت.
I like watching the Noah by boat. بيحب يشوف سي ولا نايل ولا ليك ولا واتر فول؟ طبعا بيحب النايل. When you travel on a boat, لما اركب القارب, you are on water, انت على سطح الماء. The boat is a clean transportation, وسيلة مواصلات ايه نظيفة. Choose the correct answer. Last week, الأسبوع الماضي. I know to school. عايز حاجة في الماضي. Watched ولا walked ولا won ولا wore؟ طبعا I walked, مشيت للمدرسة. Don't burn the nut straw. Don't burn the fruit ولا sugar ولا juice ولا rice. طبعا عايز straw كش القرص. We can walk to school. يمكن أن نمشي للمدرسة. We can go on foot على الأقدام. وفوت تاخد قبلها حرف الجر on. When we breathe, عندما تنفس. Not air, we cough. بنكح لما الهواء يكون ايه؟ كلين ولا بلوت الملوث ولا جود ولا فريش لما يكون بلوتد. Read and complete the text with words in the box. Near قريب. Takes يأخذ أو يستغرق. Foot قدم. Have teacher معلم. My parents go to work every day. ولدي بروح المدرسة كل يوم. They work hard, يعملوا بجد. I love them very much, بحبهم كثيرا جدا. My father Abby is a nut. بابا بيشتغل ايه؟ معلم. He works at school, يعمل في المدرسة. He goes to school on foot, بيروح على الأقدام. The school is near our house, لأن المدرسة قريبة من بيتنا. My mom is a doctor, ماما طبيبة. She takes the bus, بتاخد الأتوبيس to the hospital, المستشفى. Read the tickets and answer the questions. To be safe on the road, لكي تكون آمنا على الطريق. We should follow the road signs, يجب أن تتبع إشارات الطريق. The traffic lights, إشارات المرور, are important in our streets, مهمة في الشوارع. There are three colors, فيها ثلاث ألوان, in these traffic lights. The green, اللون الأخضر, green light, means to cross the road, معناه عبر الطريق. When you see the red light, لما تشوف الضوء الأحمر, you should stop and don't cross, يجب أن تقف ولا تعبر. The yellow light, الضوء الأصفر, means you should wait, يجب أن تنتظر. بعد كده, my father has a car, بيبقى عنده سيارة. And he wears a seat belt, بيرتدي حزام الأمان in his car, في السيارة. My brother wears a helmet, أخويا بيلبس الخوذة. When he rides his bike, لما بيركب دراجته. Some children, بعض الأطفال, are in danger, حياتهم مهددة بالخطر. ليه؟ In the streets, في الشوارع. They don't look left or right, لأنهم لا ينظروا يسرا ويمينا before crossing the streets, قبل عبور الشوارع. Choose the correct answer from A, B, C or D. There are three not in the traffic lights. في كام لون يا ولاد أو إيه في إشارة المرور؟ في colors, ثلاث ألوان, ولا shapes, أشكال, ولا lines, ولا big إشارة؟ طبعا إيه, three colors. My father Abby wears, يرتدي a not in his car, بيلبس إيه في السيارة؟ بيلبس seat belt, حزام الأمان. Answer the following questions. Why are the children in danger in the streets? ليه؟ لأنهم they don't look left and right before crossing the road, لا ينظر يمينا ويسارا قبل عبور الطريق. What should you wear when you ride a bike, وانت راكب الدراجة تلبس ايه؟ طبعا ايه, a helmet, الخوذة. Read and write the correct form of words between brackets, عاوزين نصحح الخطأ. You must, يجب ان, must يجب بعدها الفعل في الماضي, ما نقولش wears بقى, نقول wear بس. You must wear a helmet on a bike, يجب ان ترتدي الخوذة وانت راكب الدراجة. You mustn't, يجب ألا. Follow the road signs, يجب أن تتبع إشارات الطريق. لا, يجب أن نتبعها, يبقى يجب أن يعني must وليست mustn't. Yesterday بالأمس, I ride my bike, عايز الماضي من ride عشان عندي yesterday, I rode. I go to school, أذهب للمدرسة. By bus, بالأوتوبيس. البنكتيشن W capital في الآخر نقطة. بعد كده write a paragraph of 18 words using the following guide elements. Be safe on roads, كن آمنا على الطريق. ترتدي الخوذة, تكون حازم. مجاب عنه في نهاية الوحدة صفحة 191. ايه يا ولاد؟ Be safe on roads. You must learn how to be safe on the road, يجب أن ايه؟ تتعلم كيف تكون آمنا على الطريق. You must wear a helmet, يجب أن ترتدي الخوذة. When you ride a motorbike, وانت راكب الايه الدراجة البخارية للموتوسيكل, وانت رايد اي بايك. بعد كده you mustn't drive too fast, يجب ان تقود بسرعة. تمام كده يا ولاد, احنا انتهينا من حل ايه اختبارات شاملة على الوحدة ال 11 يونت 11. انتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله, نبدأ حل الاختبارات اللي عندنا في نهاية الكتاب, اختبارات شاملة على المنهج كله عشان ان شاء الله نقفل الامتحان. انتظرونا كمان في الفاينل ريفيجن, مراجعات ليلة الامتحان جميع المواد زي ما احنا عارفين. وقت مراجعات بنزل جميع المواد مش بس الانجليش, فدعمونا يا ولاد بلايك وشير الفيديوهات واشتركوا في القناة.
وتابعوا على صفحة الفيسبوك ميس هبة رجب عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.